السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع محسن عدس. النهاردة جاي لكم بحاجة للأسف بقت موجودة في معظم بيوتنا، وللأسف الكبير برضو إن الناس معتقدها عادي، والتلفزيون كالعادة معتقدها عادي، إن الموضوع عادي مفيش أي مشاكل منه، وهو بالفعل حاجة خطيرة جدا وبتأدي للكفر، وبتأدي إن الخروج من الدين والعياذ بالله. لان طبيعي اللي هيشوفها هيبدأ يسأل بتتعامل ازاي، او لو حتى لو بيتفرج على سبيل التسلية فهو بيدخله في حرمانية كبيرة جدا. وهو الانسان الطبيعي او احنا اي حد في العيلة عندنا في ناس بتبقى على دراية بدينها وكده، وبتبدأ تعرف ان الموضوع ده غلط او حرام شرعا فما ينفعش ان انا اتفرج عليه، وفي ناس للأسف ما عندهاش دراية. فلفت نظري بصراحة برنامج عدى علي على اليوتيوب، واتفاجئت ان هما بيقولوا فقرة اسمها التاروت، البرنامج اللي هو حبر سري، انا مش عارف اسمه تقريبا كده. ففي فقرة من ضمن فقراته من اخطر الفقرات جدا اللي هي ورق التاروت، اللي هو بيجيب الفنان وواحدة بتيجي منجمة بقى ولا دجالة مش عارف ظروفها، وبتبدأ تجيب الورق، ورق التاروت ده عبارة عن ورق مرسوم عليه مش عارف، لا ملك، لا شاب، لا فارس، لا مش عارف، حاجات رومانسية، وتبدأ تقول للفنان ده انت بتمر بإيه وهيحصل لك إيه، وي 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 وي، ودجل وكفر. يعني هو في إيه؟ الموضوع كان الأول بيتحارب، المفروض إن احنا عارفين إن الدجالين دول نبعد عنهم كده، لا ده جابهم لنا جوه البيت عندنا. وللأسف في ناس كتير من الفنانين بيصدقوهم. لفت نظري بصراحة كان الفنان حمادة هلال، هو طبعا المفروض كان يرفض الموضوع ده في رأيي، يعني هو لو راجل عارف ان الكلام ده غلط المفروض كان يرفضه خالص، بس هو بصراحة يعتبر هو هزقها بالأدب ان ورد عليها رد جميل طبعا، اللي هو قال بذكر الله تطمئن القلوب، وقال لها انا ما اعتقدش في الكلام ده، والحاجات القدريه لازم انا بعيش حياتي القدري زي ما ربنا رايدهولي. وحتى في سؤال سخريه قام جاي قايل لها خلاص انت عايزه اسال الطارود، خلاص خليه يقول لي هو انا اكلت امبارح، سخريه منها ان ما فيش حد بيعلم الغيب الا الله. فكان من رايي الافضل ان هو كان يرفض حاجه زي دي من الاول، لان للاسف قعدت قلبت بقى في حلقات الموضوع، لان الموضوع لفت نظري ازاي ان احنا كعرب ومسلمين ومصريين نقبل بشيء زي ده، ان هو يمر علينا مرور الكرام. هو في ايه؟ واحده عماله بتجيب الشخص وتقول لك اصل معالجه نفسيه، وبتخلط علم الفلك اللي ربنا ادهولنا اساسا ان احنا بنعرف بيه نهتدي بيه في اشياء، سواء حاجه بخصوص الصيام او الافطار او النجوم، الاهتداء بالنجوم في الناس اللي بتبقى بتسافر في البحار او الكلام ده، علم الفلك ده له حاجات معينه، لكن للاسف دول بدأوا يخلطوها بالغيبيات التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. لازم يا جماعه يبقى في وقفه بالنسبه للبرنامج ده، المفروض الازهر والعلماء بتوعنا يوقفوا الحاجه زي دي، ما ينفعش حاجه زي دي تتم وتعدي مرور الكرام كده، دي حاجة. والناس اللي هتقول لا انت عندك التلفزيون بدك تقفله وتفتحه، لا وارد ان كله بيفتح التلفزيونات، مفيش حاجة اسمها حاجة بتقفلها وتفتحها، محدش يعرف، او واحد بيتفرج على برنامج عادي مفيش فيه اي حاجة، وحاجة ظهرت زي دي هو ما عندوش علم بيها، لو شاب لسه طالع جديد او طفل عامة ما درس الحرام والحلال، او محدش قاله الحرام والحلال، هيمر عليه مرور الكرام وهيبدأ يفكر هو ايه ده، ومش بعيد يبدأ يبحث ورق التاروت ده فين عشان يبدأ يدرسه ويبدأ يخش في الدجل ده هو كمان. فياريت القائمين حتى على البرنامج يخلوا هم ما عندهمش علم بالموضوع ده، اتمنى ان صوتي يوصل لهم، ياريت يلغوا الفقرة دي خالص، لان ده دجل، وان انت تدخل دجل لبيوتنا وتدخل شياطين لبيوتنا فده غير مقبول اطلاقا. كنا بنتكلم قبل كده عن فيديوهات عن حاجات تانية بيعملها الغرب، فما نجيش احنا كعرب ومسلمين نساعد على الدجل والكفر، لان زي بالظبط لسه الى الان في ناس بتقعد تقرا كف، وناس بتقرا فنجان، وناس بتفتح المندل ويقول لك لا اصل هو ده الحل الوحيد اللي عندنا، الكلام ده كله حرام، كله حرام. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في معناه من اتى عرافا او كاهنا فساله
لن تقبل له صلاة 40 يوما. وفي رواية أخرى إن من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. انتوا متخيلين يا جماعة الموضوع صعب ازاي؟ يعني مجرد ان انت تسأل عراف ما تقبلكش صلاة لمدة 40 يوم، ولو صدقته انت كأنك خرجت من الملة بتاعت الاسلام او عن المنهج الاسلامي اللي ربنا شرعه لنا ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتوا متخيلين؟ من ضمن الحاجات برضو اللي الناس لسه ماشية عليها الابراج، ما هو بما اننا بقى اتكلمنا في الموضوع ده، الابراج اللي كل يوم موجوده في الجرايد عندنا والناس تقرا الطالع بتاعها، واللي يقرا البرج بتاعه النهارده، واحد يقول لك شفت النهارده البرج بتاعي بيقول لي انا في مشكله كبيره هتقابلني في الشغل، ويفضل قاعد طول اليوم كله قاعد عامل حساب المشكله اللي هتحصل له. اللي ما يعرفوش ان في حاجه اسمها طاقه، انت لو يسرت او سولت دماغك لشيء او هدف معين انت عايزه يحصل، طبيعي لازم ممكن يحصل. كان من ضمن الاقوال اللي بتتقال يقول لك كذب المنجمون ولو صدفوا، وفي روايات تانية قال ولو صدقوا، ان وارد ان المنجم ده فعلا لما يجي يقول لك على شيء ان هو يحصل لك، وارد ان يحصل معاك وساعتها تقوم مصدقه، فهو كده او كده هو كذاب. يعني بالنسبة للصدفة او ان انت تصدقه، ففي كلتا الحالتين هو كذاب. ما ينفعش ان انت تمشي ورا دجال، واحد يقول لك انت النهارده هيجي لك خبر سعيد وتقوم جاي لك مصيبه. مفيش حد يعني من الغيب الا الله، انت هتعرف مستقبلك. معلش المنجم ده لو يعرف مستقبله كان عارف هو هيموت امتى وكان اخد حذره وتقي ربنا في نفسه. لو كان ده عارف مستقبله ايه بالظبط، او ازاي ان هو يكسب فلوس، او ان هو يحصل على شيء معين، كان فاتي الناس كلها. معلش يعني ما كانش حد غلب، صح ولا لا؟ فحتة ان انت حتى تقرأ موضوع البرج تقول مجرد التسلية، انت ليه تخش في مجال الشبهة؟ ليه تبص المكان ده؟ ليه تبص للمكان ده في الجورنان؟ والله يا جماعة انا من اول ما عرفت الموضوع ده، من اول ما درست الحاجات دي، ان الحاجات دي حرام شرعا، وحتة ان انت تصدق بدجال او تصدق لكلام واحد منجم، انا خلاص وقفت. مجرد ان انا ابص المكان ده في الصفحه خلاص بعدت عن واحد يقول لك انا بس بقراه. مفيش حاجه اسمها بتقراه يا حبيبي. الشيطان بيدور لك على اي ثغره او اي مدخل يخش لك منه، ما بالك بقى لو انت فتحت له، يعني لو انت حتى مواري بالباب، لا انت فتحت له الباب اصلا عمال اقرا، هتيجي طول ما انت قاعد كده وانت نازل مثلا راكب عربيتك او ماشي رايح الشغل بتاعك مثلا، طب يا ترى ايه اللي ممكن يحصل له النهارده؟ ما انت بقى قريت ان هيجي لك خبر حلو. ايه حد المدير هيديني فلوس؟ هسمع عن علاوه؟ هسمع مش عارف عن ايه؟ هتبدا تدخل نفسك وتشغل مخك بامور غيبيه لا يعلمها الا الله، وممكن تقلب معاك بامور كارثيه. فرضا لو جالك ان انت هتقابل مشكله، ممكن انت اليوم بتاعك في العادي كان المشكله ده هتعدي وتتحل. زي بالظبط الواحد فينا، سيبك من موضوع الابراج، انت مثلا حصل عندك مشكله هتقابلها تاني يوم في الشغل، وقعدت تقول بس لو حصل كذا ممكن يحصل كذا، ولو حصل كذا، وتقعد تهول على نفسك، وتيجي تاني يوم تلاقي المشكله خلصت في دقيقتين. ما حصلتش معاكم يا جماعه؟ ما ان الموضوع هو انا كنت بفكر وتعب نفسي ليه كده؟ فاوعى تفكر في بكره، بكره ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. انت بتعمل ايه اللي عليك؟ انت بتحط دماغك وتنام وتدعي ربنا وتستغفره على اللي انت عملته في يومك او في قبل كده في حياتك، لان انت خلاص انت شبه ان انت ممكن ما تقومش تاني يوم، والله اعلم، امر بيد ربنا سبحانه وتعالى، ما تعرفش ايه اللي تاني يوم ممكن يحصل. بكره ده بتاع ربنا، هو اللي يحكم فيه، هو اللي يعلم غيبه لا يعلمه الا الله. لكن ان انت يقول لك وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا الله قوله تعالى. لكن ان انت بقى تقعد معلش واحد عمال يكتب لك انت هتفوز بحب جديد النهارده، لا انت مش عارف ممكن هيجي لك خبر سعيد، لا انت هتقع في مشاكل، خلي بالك اليومين الجايين مش عارف عندك ايه. زي شفت فيديو برضو الواحد بيتكلم على حاجه تبع الكسوف والخسوف، وبيقول ان الكلام ده عادي، ان واحده الابراج والكلام ده عادي، بيخلطوا الامور وبيدنسوا الامور علينا. يا جماعه ما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك ان انا ممكن اعرف الغيب.
ربنا ما ادالنا يعني في الايات القرانيه وعلم الفلك والكلام ده، ده عشان لما الرسول صلى الله عليه وسلم حاجه من ضمن الامثله ان انت مثلا هتعرف هتصوم رمضان امتى، تمام؟ عشان طبعا بنصوم على رؤيه الهلال وبنفطر لرؤيه الهلال، هلال شهر شوال. فعلم الفلك ده علم كبير جدا، هم للاسف خلطوه مع التنجيم مع ارقام مع حاجات غريبه. انا في بعض يعني كان من ضمن المواقف ان واحد قابلت معاه بيقول لك اصل مش عارف بجيب اسم مين واسم مين واحط مش عارف ارقام ايه، ايه الدجل ده؟ انت هعرفك انت تتعامل مع جن والعياذ بالله، واللي بيتعامل مع جن وكلام من ده خلاص هو كده اساسا يعتبر كافر، هو دخل في مرحله الكفر والعياذ بالله، ربنا يعافينا. فرساله يا جماعه، خلوا بالكوا من البرنامج ده والفقره دي بالذات، ولاصحاب البرنامج اذا حد شاف الفيديو ده او حد يعرف يوصل لهم يا جماعه، او الشيوخ شيوخ الازهر، ما ينفعش يا جماعه نسكت على موضوع زي ده ويا ريت تنشروا الفيديو الموضوع زي ده. ومفيش حاجه اسمها ورق تاروت وورق مش عارف ايه، الكوتشينه والدجل وفتح المندل وقرايه فنجان وقرايه الكف، يا جماعه الواحد بيخلص نيته قدام ربنا كل الكلام ده حرام وبيؤدي للكفر، لا يعلم الغيب الا الله. حتى ولو حد قال لك اه ده انا عرفت مين اللي سرق ومين اللي عامل، انت كده شاركته بالصلاه على النبي في الكفر بتاعه. حاجه اتسرقت منك استعوض ربنا فيها، وادع ربنا ان ربنا يردها لك، او ممكن تكون دي كانت سبب ان هو ربنا يبعد عنك شر او حاجه زي كده. ما تعرفش الخير فين، ربنا هو لوحده سبحانه وتعالى اللي يعلمه. فابعدوا عن الحاجات دي وخلوا بالكم كويس جدا من البرنامج ده ومن الفقرة دي بالذات يا جماعة. مفيش حاجة اسمها ورق تاروت، مفيش حاجة اسمها أعمال دجل. لنا كتابنا القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والرؤية اللي انت بترقاها لنفسك بالآيات القرآنية التحصينية وأذكارك. لكن ان انت نبدأ نتعامل بقى وشوفوا في واحد متربص لك وفي واحد مش عارف ايه، كل ده نبذ مشاكل، ألعاب عفاريت وجن احنا ملناش علاقة بيها. انت كواحد مسلم ملكش علاقة بيها، علاقتك بالقرآن وبالحديث الشريف. اتمنى كل معلومة وصلت يا جماعة، ويكون ما كنتش طولت عليكم في الفيديو، بس بصراحة لما شفت الموضوع ده ما كانش ينفع اسكت عليه، فانا على قد معلوماتي يعني بحاول ان انوه لشيء ان احنا او حاجة خطر لازم نبعد عنها ونخلي بالنا كويس قوي منها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم يا ريت شير ولايك وسبسكرايب، واتمنى لكم يوم سعيد. السلام عليكم.